اللي جملة وتهد علينا الفدة وتحصرنا كل حسرة الجو ما حكش فينا كل يوم يشبع اللي جملة وتهد علينا الفدة وتحصرنا كل حسرة الجو ما حكش فينا قالوا لي اسكت وتقعد المناظر زيك شفعة الجالك حل لبرة وجبدوا سيرة الحرقة قالوا لي اسكت وتقعد المناظر زيك شفعة الجالك حل لبرة وجبدوا سيرة الحرقة
التحصيل إبلاغ من هيمن الأمر بأن صاحب السمو مخي غير كاهن بواقع المر، فتارة يقلل من شخصي وأخرى يمجد بالغير، استحالة يسامح أغلاطي وكأنها مستمرة من قبل، فكيف لإسفنجة أن تدرك بالشؤون وتحاسب ووجداني باقي أصم تاعب من مجتمع بارد. فيا صاحب الجلال الحيوي دعني أداعب الحياة ولا تقيم علي وحدي، واعتبر صعوبة البلاد. Thank you.
لا تخشى النساء حيوبتشهن وغضبهن يا ولد ضربتني علنا ضربتني علوة ضربتني عمدا أشهشت بكاء أفلا تخشى النساء حيوبتشهن وغضبهن يا فتاة
الجزيرة يا شبه جزيرة، اللي تربى عندك شبه مواطنة، مهم تتباهي قدام البرانية. يا الجزيرة يا شبه جزيرة، فقر وضغط وصيحة الناس منتهكة، كي ينشرح صدري انتي مراضية. يا الجزيرة يا شبه جزيرة، اللي تربى عندك شبه مواطنة، مهم تتباهي قدام البرانية. يا الجزيرة يا شبه جزيرة، فقر وضغط وصيحة الناس منتهكة، كي ينشرح صدري انتي مراضية. اسمك